طيب استيميشن تايب، ايه هي انواع الاستيميشن؟ طيب خلينا نتكلم في مبدأ الاستيميشن. هو استيميشن، استيميشن انت بتشوف بتعمل كده زي ايه، زي مثلا تكلفة تقديرية، او التكلفة في الاستيميشن في الاخر كلها تقديري، ايا كان نوع الاستيميشن هو كلها تكاليف تقديرية ممكن تتغير في اي وقت في اوقات المشروع. فانت بتعمل تكلفة تقديرية ان المشروع ده ممكن يكلفك كام. طيب بيفرق ايه حاجة عن طيب عن التاني؟ بيفرق ان الوقت اللي مديهولك مثلا الكلاينت، او الوقت اللي انت بتقدر تحسب فيه، ده بيفرق. انك لما كلاينت يقول لك، او مدي، او مثلا صاحب شركة يقول لك ان سعر المشروع ده، او قول لي المشروع ده هيكلف كام ومستني منك رد كمان 10 دقايق، غير ان يقول لك والله هديك يوم وتقول لي المشروع ده هيكلفك كام، غير لما يديك شهر يقول له، او يقول لك رد عليا كمان شهر. الدقة بتفرق. فاول نوع بالنسبة لنا هو الانالوج استيميشن، او الار او ام. طيب ايه الانالوج ده بقى؟ بيقول لك والله ان انا مش هدخل في اي ديتيلز، انا هعتمد على ايه؟ هعتمد على مشاريع قبل كده انا نفذتها وخلصت. يبقى انا هعتمد على مشاريع قبل كده، يبقى انا ولا يهمني ان الديزاين خلص ولا لا، فانا اصلا مش هبص على اللوح ده. انا هنا، ده هنا احنا قاعدين في اجتماع والمالك او صاحب الشركه مستني منك رد، يا تندر يا مدير التندر. احنا قاعدين كده كلنا مديرين، مدير مكتب فني، ومدير تندر، ومدير كوست كنترول، ومثلا بي سي اس مانجر هو البروجكت كنترول مانجر، قاعدين في اجتماع وبنعمل برين ستورمنج. عندي قدام قدام صاحب الشركه 5 6 7 مشاريع، وهو مش عارف يحدد اي مشروع ممكن ياخده طبقا للسيوله بتاعته. فهو سال سؤال للتندر وقال له والله انا قدامي مشروع 1 2 3 4، وقول لي مثلا كل مشروع هيكلفك حوالي كام، او هيبقى تكلفته حوالي كام. خلاص، فعايز رد في 5 دقايق، فده معتمد عليه. انا هعمل ايه كتندر؟ فاكيد التندر مش هيقول له والله وريني اللوح، او هيقول له التفاصيل، قول لي التفاصيل، لا انا عايز رد سريع. فهعمل ايه؟ والله انا هشوف مشروع مشابه من المشاريع ديت وهبدا. خلاص، يبقى ده باك جراوند. اقول له والله يا فندم ان انا المشروع الفلاني ده، وليكن مثلا مستشفى، المستشفى ديت كلفتني 1,000,000 جنيه، واللي كان فيها 100 سرير، يبقى السرير حوالي 100,000 جنيه، وليكن ايا كان، يعني 1,000,000 على 100 في حوالي السرير بحوالي 10,000 جنيه. طيب انا المشروع ده بدل 100 سرير 200 سرير، هيبقى الكلف حوالي يا فندم والله 2,000,000 جنيه. فخلاص انا خدت، ولا بقى حطيت في دماغي الاجهزه اللي انا هستخدمها ايه، ولا حطيت في دماغي الدهان. طب ده كان في مثلا المشروع ده كان فيه جبسون بورد، المشروع ده ما فيهوش جبسون بورد، المشروع ده كان فيه مثلا كلادنج على الواجهات، طب المشروع ده هيبقى رخام، ولا دخلت في اي تفاصيل. انا اديته رقم كده يبقى حوالي تكلفه، بتلعب مثلا بتشتغل مثلا في حوالي 2 مليون، وما دخلتش في تفاصيل، ولا شفت دروينج، ولا شفت ديتيلز، ولا اي حاجه. يبقى ده كويس في ايه؟ كويس انت عايز تاخد quick action، انت عايز تاخد قرار، هتاخد اي مشروع، عايز عندك بدايل كتير، وانت عايز تختار بديل، فانت مش انت عايز رقم كده بسرعة. تمام. طب انا دلوقتي ما دخلتش ولا شفت الديزاين، ولا شفت مثلا المشروع ده فيه ستيل ستراكشر مثلا، في مشروع تاني المستشفى دي ما كانش فيها مثلا قاعة وما فيهاش ستيل، المشروع ده مثلا فيه مخزن، المشروع ده فيه جراج، فجراج محتاج مواصفات معينة. ما تخش في أي تفاصيل، ما تخش في أي دروينج، ما تخش في أي ديتيلز، بقت الدقة قليلة جدا. فالدقة بنتكلم بلس أو ماينس 50، الرقم ده، الأرقام دي يعني اتاخدت كده بالخبرة من مشاريع ناس درستها وناس سعرتها بالرقم ده، بعد كده حولوا بعد ما ادوا قرار هنا، حولوا الكلام ده، خلاص خدوا مشروع والمشروع ده بدأ يشتغل عليه، فلقوا الدقة، الكلمة اللي قالوها في الأول دي بلس أو ماينس 50% من اللي حصل حقيقة. يبقى النسبة دي جت من هنا، إن أنا قلت والله في الاجتماع ده 2 مليون، بس لما خلاص الكلاينت أو صاحب الشركة وافق على المشروع ده، دخلت المشروع واشتغلت، طلع مشروع كلفني 30 مليون، 3 مليون متأسف. بعد كده بقى في 50% زادت عن الرقم اللي انا قلته في الاول. طب بدل 2 مليون لا كلفني مثلا 1,000,000،
بقى في 50% قل على الرقم اللي قلته في الأول. فدي بتتاخد اتعامل مثلا زي إحصاء كده، إن المشاريع اللي اتقالت فيها الكلمة هنا بعد ما اشتغلوها لقوا فرق كام، فالأكيورسي واضحة إن هي قليلة جدا. بس في الآخر هنا صاحب الشركة عايز إيه؟ هو عايز كلمة، عايز عنده خيارات كتير، عايز ياخد قرار. زي إيه؟ زي ما قلنا اللي هو مثلا مستشفى، زي ما قلنا مسلم مستشفى، المستشفى مثلا كان السرير هنا كلفني في مستشفى إكس اتعملت مثلا من 5 سنين كلفتني 100 جنيه، أنا المستشفى دلوقتي اللي أنا فيها هضرب ال 100 جنيه في عدد السراير هيطلع لي والله إن المستشفى الحالية ممكن تكلفني رقم واي مثلا. نفس الكلام في المدارس، لو انت عندك مدرسه كانت مكلم مثلا المدارس بتحسب بالطالب مثلا، يعني خلينا ناخد يونت الطالب، والله الطالب في المدرسه من 7 سنين كان الطالب بيكلفني كذا، وكانت المدرسه 100 طالب، فخلاص عرفت الطالب بيكلفني كام. يعني مثلا مدرسه كلفتني 1000 جنيه وعدد الطلاب 100 طالب، فبقى الطالب 10 جنيه. فلما تيجي مدرسه تانيه بدل 100 طالب بقى 200 طالب، يبقى ال1000 جنيه هتبقى كام؟ 2000 جنيه، تمام؟ من غير ما ادخل في اي تفاصيل. طيب جه صاحب الشركه قال لك والله انا مش هديك، مش عايز منك رد دلوقتي، انا هديك يوم عشان ترد لي. طيب فيوم عشان ترد لي او يومين عشان ترد لي، فاداك شويه سماحيه انك تعمل الحاجه بدقه شويه. فالاتنين للنوع التاني هو نوع البارامتريك استيميت. النوع ده بقى معتمد على ايه؟ هو هنا لما يديك يومين او مش هيديك يومين وخلاص، هيديك يومين وهيديك كده زي مثلا بيو كيو او تصور للمشروع. فهداك هنا شويه ديتيلز بنسبه ايه؟ حوالي 40%. يقول لك والله المشروع ده هيبقى عباره، هيقعد معاك كده يقول لك والله هو عادي عباره عن منشأ خرساني، فانت خلاص منشأ خرساني، فانت في اواعيد في حفر، ومثلا يقول لك والله ان الكلاينت ده هيديني لحد منسوب القاعده العاديه، فانت خلاص معنى كده انك مش تعمل حفر ورد. فخلاص يبقى كده تفصص البنود في دماغك او بورقه وقلم كده، تقول والله انا عندي قاعده عاديه وقاعده مسلحه وعندي اعمده وعندي قمر، فخلاص انت بدات تحط تفاصيل. وهيقول لك والله المشروع ده خلي بالك ان هيبقى فيه جراج، والجراج ده خلي بالك هيبقى فيه مثلا ستيل ستراكشر. اه فانت ماشي. هيقول لك مثلا خلي بالك المشروع ده هيبقى الواجهات بتاعته رخام. فبيديك شوية تفاصيل عشان تبدأ، هو بيديك يومين عشان تبدأ تدرس عليها. طيب درست عليها، فالنوع ده من التسعير بيدي اكيورسي اكتر شوية. هنعرف ليه، ليه بقى اكيورسي اكتر شوية؟ ان هنا انا بقول والله المشروع النوع اللي فات اللي هو الانالوج، لا ان في الاخر جبت التوتال المشروع هيكلفني كذا طبقا لمشروع قبل كده كان عندي. انا هنا حسبت السرير او حسبت الطالب تكلفته كام، فضربت عدد الطلاب الجديده من غير ما ادخل في اي تفاصيل. لكن هنا لا، انا فصصت المشروع شويه، فبقى نسبه الخطا قلت لي. انا هاخد برضو معتمد على المشاريع قبل كده، بس هاخد بند هاخد مثلا من مشروع فعلا مثلا انا نفذته من سنتين ولا حاجه، هروح للراجل بتاع الكوست كنترول واقول له والله الاعمال هنا كلفتك كام، الاوعاد هنا كلفتك كام. آه خلاص، ما كده كده كان معمول كوست ريبورت وكان معمول مثلا ليسنس ليرنت، فبقى عندك التفاصيل زادت شويه، وانت واخد بقى حاجات اكشوال شويه وتحط عليها مثلا ما مديك يومين، فتحط عليها تشوف الانفليشن اللي حصل خلال السنتين التلاتة اللي فاتوا دول، فتزود شوية السعر بتاعك. فكده حصل ايه؟ يعني هنا برضو اعتمدت على مشروع سابقة. على فكرة حتى الديتيلت انت بتعتمد، يعني برضو بتاخد معلومات من مشروع سابقة، ما انت لسه ليرد والكلام ده، بس هنا انت معتمد تماما على مشروع سابقة. انت بتاخد نفس الاسعار المشروع اللي قبل كده وتحط عليها مثلا الانفليشن مثلا، بس مش بقى بتدخل زي النوع الاخير اللي هو بقى ديتيلد وعايز بقى عروض اسعار وعايز ماتيريال وعايز اسعار الماتيريال الحاليه كام والكلام ده، تمام؟ فكده تزودت شويه الاكيورسي. فالاكيورسي بدل ما كانت في الانالوج من سالب 50 ل 50 بقى كام؟ سالب 15 ل 35. برضو احنا فعلا النسب دي ممكن تتغير، يعني دي حاجات اجتهاديه.
زي ايه؟ زي ما قلنا اهو، ان مثلا بند الحفر في مشروع قبل كده كان كلفني مثلا 20 ل 30 جنيه، وحصل انفليشن مثلا 20% 30%، فهضرب ال 30 جنيه دول في 1.2، فهو والله متوقع الحفر برقم فلاني. المتر المكعب الخرسانة او المحارة في المشروع قبل كده previous projects قبل كده كان كذا، فانا والله لسه تسلمني، خلي بالك ان هنا الهالك كان 10% الاسمنت بدل مش عارف ايه، فخلاص ده، فخلي بالك زود السعر شوية، لان هنا بتتكلم برضه بتكسب حي يومين، فانك تسعر يعني حسب برضه سكيل المشروع، فتحط شوية تفاصيل تاخد بالك عشان الاكيورسي تزيد شوية. طيب تالت نوع معانا هو نوع الديلت. ايه بقى الديتيلد ديت؟ ودي هتبقى اخر حاجه في المحاضره ان شاء الله، هنفهم مع بعض ايه الديتيلد ديت. الديتيلد اللي هو بقى ايه، انا هنا في المحالتين خلاص انا نويت اخد مشروع اكس، يعني انا هنا مثلا المحاله الاولى او النوع الاول، احنا قاعدين في الاجتماع وعند 4 5 مدارس او 4 5 مشاريع، وعرفت خلاص السيوله بتاعتي مثلا كام، خلاص ريسيت على مشروع معين، فطلبت من التندر قلت له والله طب خد يومين اهو خلاص، يعني خد سعر لي كده المشروع ده وقول لي الدنيا فيها ايه، فادالك اداله يومين فخلاص، فبدا التندر يستخدم البارامتريك فسعر له المشروع وقال له يا فندم والله المشروع هيكلف، احنا قلنا في اجتماع مثلا 10 مليون، لا انا شايف مثلا يبقى 13 مليون، ده متاح معاك؟ اه خلاص تمام متاح معايا، ممكن خلاص ابدا بقى ايه توكل على الله ويبدا سعر المشروع صح، او يبدا سعر المشروع بالتفاصيل تمام. فنبدا للمرحله الثالثه او النوع الثالث اللي هو الديتيلت. بدل ما اعمل ديتيلت، يعني بدل بقى ما في الاول يقول له اعمل ديتيل بعد كده شوف، لا نمشي خطوه خطوه، نشوف انالوج عندك كذا مشروع، نشوف مشروع منهم خلاص انا كمالك انا موافق او انا عايز اشتغله، خد يا تندر اشتغل عليه، هقعد يوم مثلا يومين ورد عليا خلاص تمام، فخلاص تمام خلاص هاخد المشروع ده هبدا اشتغل، خد اشتغل الديتيلد وابدا سعر يلا عشان ابدا ابعت اوفر للمالك او للمالك اللي عايز المشروع ده يتعمل، يعني للمالك بقى الحكومه ايا كان. طيب فالديتيلت، ان عشان اعمل ديتيلت محتاج بقى شويه تفاصيل، اقول له والله يا فندم، فنبدا بقى نشوف الدروينز، نشوف السبيسيفيكيشن مواصفات، نشوف الفيندور ليست، نشوف الكلام ده كله، انت عايز بقى تسعر مشروع بالتفاصيل، فكل حاجة انت عايزها بالتفاصيل. فأنا هنا محتاج ايه؟ لأ ده أنا محتاج ديتيل، ديتيلز في المشاريع في النوعين التانيين. أول نوع مكنتش محتاج ديتيلز خالص، النوع التاني محتاج حوالي 30 40% من ديتيلز، لأ ده هنا محتاج كل تفصيلة وكل حاجة في المشروع الديتيل. ليه؟ عشان أحط لها كل حاجة قصادها سعر. طيب هعمل ايه في الاستيميشن؟ زي ما قلنا في الاول هنقعد نعمل برين ستورمنج او نعمل بلان كوست، يبقى هنعمل بلان كوست عشان نشوف المشروع ده هسعره بأنهي وجهة نظر، هستخدم معدات ايجار ولا ديبريشيشن، هشتغل هستخدم والله ذاتي ولا مقاولين، طب المقاولين بتوعي هيبقى توريد وتركيب، واريح دماغي انا كمقاول واجيب كله توريد وتركيب عشان هم بقى المقاولين يشيلوا الريسك اللي هوالك والكلام ده، ولا لا اتعب شويه وانا اورد والمقاول يركب فهعمل كنترول شويه على الهوالك والحاجات دي. فبنعمل برين ستورمنج، بعد كده بندخل بقى في التفاصيل. طيب هنسعر هنا بند بند، وندخل في تفاصيل كل بند، وندخل زي ما هنشوف ان شاء الله المحاضره الجايه هنسعر كل تفصيله في البند في الدقيق. احنا كده بنعمل ايه؟ بنعمل accuracy، بنزود الدقة، فخلاص بقى عندي تصور كامل، بقى عندي سعر البند كامل هيكلفني حدود كذا. بس طبعا احنا اتفقنا ان الاستيميشن اي حاجة استيميشن بتبقى حاجات متوقعة، فمبقاش 100%، الدنيا ممكن تتغير في اي وقت، ممكن الاستيميشن الراجل بتاع الاستيميشن يغلط، ما يحطش بند معين، ما ياخدش باله من طريقة تنفيذ البند ده هتنفذ بطريقة فلانية وهكذا. ان هو فاهم، ودي حصلت معايا، ان هو كان فاهم حاجة في اللوحة وطلع حاجة تانية، ما بعتش RFID ده اللي هو request for information، ما بعتهوش
اللي هو فاهم ان البند ده هيتعمل بطريقه فلانيه، لكن لا اللي هو ما تقولش كده او ما قراش حاجه معينه فسعر البند ده، فبند ساعتها كان خسران. زي هنشوف ان شاء الله المحاضره الجايه هقول لكم على الموقف ده بالتفاصيل يعني. فهنا بتدي بلس او ماينس 10 5 15%، فدي دقه كويسه جدا يعني. تمام، فبعمل ايه؟ بعمل ان ديتيلز، بعمل كالكوليت ان ديتيلز كل حاجه. بقى عندك accurate estimated cost، عندي تفاصيل، عندي حاجة accurate، عندي حاجة مقاربة للحقيقة. خلاص يبقى انت كده عارف المشروع ده في الآخر هيكلفني كام. بعد ما اعمل estimation هبدأ بقى ابعت الاوفر. طيب انا عشان اعمل حاجة accurate زي ما هتشوف ان شاء الله المحاضرة الجاية، مش فرد واحد بس اللي بيعمل الاستيميشن ده، بيدخل فيه معظم اقسام الشركة. بيدخل فيه والله ال QS اللي هو ال Quantity Surveying، بيدخل فيه ال Procurement اللي هو ده اللي هيسعر للبنود وهيدي لي أسعار البنود وهينزل يسأل ده ويسأل ده ويجيب Quotations والكلام ده. بيدخل في الكلام ده المسؤول عن مقاولين الباطن وعقود المقاولين الباطن، بيدخل في الكلام ده ال HR. فبيدخل أقسام، معظم أقسام الشركة. اما نيجي نعمل كاش فلو فبيبدا يدخل في ده الحسابات، فبيدخل معظم اقسام الشركه في النوع ده. تمام، فده بياخد ايه؟ بياخد وقت وبياخد جهد. زي ايه مثلا؟ زي ما اجي احسب بالتفاصيل اسعار مثلا الماتيريال والسب كونتراكتور والاكويبمنت والليبر ومارك اب والمارك اب. فانا كده هشوف بقى البروفيت بتاعي واقعد مع الحسابات بحيث ان اشوف الضرايب اللي بتدفع وكل حاجه. ده الديتيل، وده ان شاء الله اللي هنشرحه المحاضرة الجاية. هنصعد مع بعض إن شاء الله أكتر من بند، بنود الخرسانة وبند محارة وبند دهانات. فهنصعد كذا بند إن شاء الله بطريقتين يعني. هنصعد البنود لو أنا جبت سب كونتراكتور يبقى الدنيا تبقى عاملة إزاي، ولو أنا جبت ذاتي الموضوع هيبقى عامل إزاي، وأشوف الفرق بينهم إن شاء الله. أنا كده خلصت المحاضرة الأولانية. يعني ناخد